بيتر الأول أو بطرس الأكبر من أشهر قياصرة روسيا. قاد خلال القرن السابع عشر جملة من الإصلاحات السياسية، لكن أبرز ما خلده التاريخ عنه قصة قتله لابنه الوحيد. كرس بطرس الأكبر جزءاً مهماً من ميزانية روسيا لتحديث الجيش للقطع مع الماضي والحد من سلطة الكنيسة الأرثوذكسية، إلا أن ابنه ووريث عرشه أليكسي بيتروفيتش تميز بطابع محافظ وكان يميل للكنيسة الأرثوذكسية، تأثراً بوالدته إيدوكسيا لوبوكينا الزوجة الأولى لبطرس الأكبر، وكانت محافظة ومتدينة. مع حلول سنة 1698 أجبر أليكسي على التخلي عن والدته ونفيت إلى أحد الأديرة. أوكل بطرس الأكبر مهمة تكوين ابنه لمستشاريه ليتلقى تعليماً عصرياً، فدرس الرياضيات واللغات والعلوم. لكن في سنة 1711 توترت العلاقة بينهما بعد أن أجبر الإمبراطور ابنه على الزواج بالأميرة الألمانية صوفي شارلوت عوضاً عن الفتاة التي أحبها من طبقة الفلاحين. رفض أليكسي حضور مراسم زواج أبيه الثاني احتجاجاً على ما حدث مع والدته. هدد بطرس الأكبر ابنه بحرمانه من العرش. أكد أليكسي لأبيه عدم رغبته في الحكم مفضلاً العيش في أحد الأرياف. تخوف بطرس الأكبر من محاولة انقلابية تقودها الكنيسة الأرثوذكسية ليعتلي ابنه العرش. تفطن الأمير لهواجس والده فهرب نحو فيينا لطلب الحماية من شارل السادس. لكن والده أرسل له رسالة أقسم فيها بالصفح عنه وعدم المساس بحياته في حال عودته لروسيا. عاد أليكسي إلى روسيا آمناً في العيش بسلام، لكن بطرس الأكبر جرده على الفور من منصبه وطالبه بالكشف عن أسماء الذين ساعدوه. اعتقلت السلطات العشرات من أصدقائه وعذبوهم وقتلوهم بأشنع الطرق، واعتقل أليكسي وجلد 25 جلدة بصوت الكنوت الروسي المعروف بفصله الجلد عن اللحم. في السابع من يوليو سنة 1718 فارق الأمير الحياة عن عمر يناهز 28 سنة تحت وطأة التعذيب. وتوفي بطرس الأكبر دون أن يترك وريثا، متسببا في صراع مرير على العرش من بعده.